بعد استعادته من قبل المتنفذين يبدو مبنى مكتب الشباب والرياضة والصالة الرياضية المغلقة في مدينة زنجبار بمحافظة أبين بحاجة للكثير من الجهد للنهوض بالواقع الرياضي بعد حالة التردي التي وصل إليها. معروف أنه قطاع الشباب والرياضة أكثر القطاعات تضرر من خلال الحروب التي شهدها المحافظة، وطبعا هدمت البنية التحتية الرياضية المتمثلة في الملاعب الرياضية وبعض الأندية. هكذا يبدو وضع الجانب الرياضي جراء غياب الاهتمام بالرياضة وتهميش العديد من الرياضيين، بالإضافة إلى إغلاق العديد من المباني التابعة للأندية الرياضية في المحافظة. من أجل محاولة التغلب على التحديات يسعى جيل الشباب إلى إقامة البطولات التنافسية الهادفة إلى إظهار الطاقات الجديدة وإبراز المواهب الشابة حتى مع غياب الدور الحكومي. هي شوية يعني نقص في الجانب الرياضي، يعني مش مكتمل بصورة أكثر في الجانب الرياضي، لهذا احنا نحاول لنا ايش نعمل بوفق الإمكانيات اللي متاحة عندنا موجودة. وعلى الرغم مما يمر به الوضع الرياضي في المحافظة إلا أن الأنشطة الرياضية التي تقيمها الأندية في الكثير من المناطق ساهمت في إيجاد واقع ربما يكون مغايرا قليلا في إطار محاولات التعافي من آثار الحرب، خصوصا بعد تدمير الكثير من المنشآت الرياضية وتوقفها. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.